الفرق. صحيح. ضمائر او العفو العبارات الفعليه هو الموضوع بسيط كلش. العباره الفعليه تتكون من فعل رئيسي ومن حرف جر. طبعا حروف الجر واضحه قدامكم يعني هون نقدر نقول بعد اكو في اكو مثلا اكو شنو بنقول اوف غيرها وايد ترى حروف جر وكاتبه لكم اياها بالملزمه كلها كاتبتها بالتفصيل يعني زين واحد الفعل الرئيسي واقفه حروف العفو الافعال الرئيسيه قولت جيب تيك تراي غيرها هاي زين وحروف الجار اوت ان داون يا اخي الفعل اذا اجى وحده يعني شكل معناه شكل يعني التي يسمع قولت همو لكن اذا اجى ويا حرف جار اجى ويا حرف جر سووه phrasal verb سووه phrasal verb بعد صار مو فعل واحد صار يعني مو كلمة واحدة صارت كلمة إضافية وياها حرف الجر تمام أمي؟ زين ده يتغير go صار يعني تغير المعنى تشوفون من يجي وياه نام left فإنما راح هذا المعنى صار إذا جت وياه down يقبل نام give راح هذا المعنى شو إجا وياه إذا up يقبل إلى آخر هاي واضح هسه شرحناها احنا كلها زين اجينا هذول شنو استفادتي منهم انا السادس شنو استفادتي منهم شلون يجون وزاري خلنا ناخذ القاعده طبعا هذول بالمناسبه حتى تعرفون يجي سؤال الثاني فرع اي وبي نا ريرايت نا تشويسز اختيارات بس راح نسويهم قريتين ايضا راح نمتحن فيهم هسه يعني هسه نعطيكم امثله phrasal verbs with nouns مع الأسماء الأسماء ماما حتى أوضح أسماء أي اسم مثلا اسم علم مثلا ليلى أحمد فلانشي أو teacher أو girl أو whatever أو مثلا smoking تدخين مو زين بعد stamp collecting ترى مرات تجي كلمة مركبة stamp collecting اللي هي شنو جمع الطوارئ أو هورس رايدنج اسم يعتبر هذا هورس رايدنج اللي هي شنو؟ إذا نا تقول إذا أجبتي مع الأسماء عندي مخير بين طريقين بالوزارة أسويهم طريقين كيفيتين وصحيحة أما أخلي الفعل بكل الأحوال الفعل الرئيسي وين صاير؟ ما يتغير وين في البداية زين main verb فعل رئيسي الاسم حرف الجر اذا ما صار الاسم get smoking لعدها سماشين ما بدك هاي الطريقة واخلي بالوسط وين اخلي حبيبي اخلي بالنهاية بعد يعني نقول بالنهاية بعد حرف الجر لذلك فعل جيب بعض هذا الفعل جيب عفية اللي هو حرف الجر وسموكينج هو الاسم كيفكم بس انا افضل لكم ليش؟ من يقول لي ليش؟ ليش؟ عفية كم نسوي لكم ليش؟ نا عندي مع البرونا مع الضمائر خلصت من الاسماء مع الضمائر شنو الضمائر قول لي والبقية ضمائر المفعول به شو هاي عفوا هم الدم مي اصهر الى اخره بس ها بالسادس بعد شو كان بيكم بيمن هذول الاثنين بس اول بس بس الاول والاسبوع الثاني في هي اور اصلا احنا نحاول نحددها يعني نحاول كل اور نقول اص افضل تمام عاشت ايدك شكرا على التنبيه لا بالبرونا عندنا طريقه واحده فقط نعم الجد نعم اللي هي فعل في البدايه ضمير وين يصير؟ حرف الجر وين؟ بالنهاية طبعا صارت ها ايه هسه ليش قلت لكم افضل هاي الطريقة؟ قولوا اجاني اسم اجاني حرف ضمير
اخليه بين الفعل وبين عرف الجر خلص انتهى الموضوع. شنو رايكم؟ حتى مو بالوزاره لا تتصل يا هم العتب والطريقتين يا هم العتب اخليه بالبين الفعل وبين ها حرف الجر وأمين. وضحت الفكره هسه؟ ناخذ امثله؟ يلا هاي الطريقة، طريقة ري رايت أول مرة، هاي طريقة أولى. السؤال. إيه. ليش ما تفهم من المعنى؟ يصير أقول let she down. لذلك ناخذها. ونقول let her down. فهي هاي الوحيدة اللي ترهم تجي ورا الفعل أيضا. واضحة؟ ما شو يقول لكم؟ ريد كما طريقة السؤال ري رايت ها أو ريد أوردر. شوفوا أما يقول لك ري رايت أو ري أوردر يعني شنو؟ رتب أو أعد كتابة. هاي واحدة. ثانية هما يجيبوها على شكل سلاشز. هناش كاتب لكم مثلا تكمل ماما اذا اكو جمله بالبدايه فاعل فلان شيء او بالنهايه تكمله نزلوها كما هي. تمام؟ ما تلقوا بها شغلنا وين؟ يصير على تشوفون امي هسه هي ما لها علاقه بها تنزل. وين شغلي انا راح يصير؟ على هدول. هاي طريقه السؤال. طريقه سؤال اخرى خلوني اكمل دقيقه. طريقه وبعدين تدللون. طريقه سؤال اخرى اللي هي multiple choices. هاي تجي يا سؤال سؤال ثاني ايوه. وهاي تجي سؤال ثاني مثلا ناخذ نقول Game.
Thank you.